شايفه. أريد أشوفه. قصص من الألم لا تنتهي، ومأساة تقرأ بوجوه هؤلاء الأطفال، تجاهل وإهمال مطبق يكتنف مصير آلاف المغيبين والمفقودين في الموصل. وقصة المغيبين أحمد وفارس واحدة من هذه القصص المؤلمة. أنا بنتي مفقود فارس، إحنا نطالب برجعة أبويا لأن مشتاقين له، وراح يجي العيد وإحنا بعد ما شايفينه، وهي صار لنا 5 سنين إحنا محرومين من عنده، وإحنا بس نريد نشوفه لأن طول حيل، ونطالب الحكومة إنه يرجع لنا. وهاي أختي أختي أم كانت صغيرة وهي ما تعرف أبويا لي حد الآن. يعني 100,000 واحد جاء قال ولادكم طيبين حرروهم من المستشفى وأخذوهم، إيه ما جهة أخذتهم ما نعرف. أخذوهم على بغداد وملحوا ذابوا. غير هي الحكومة تعرف بولادنا وينهم. اعتقل أحمد وفارس المنتسبان في الشرطة أثناء سيطرة تنظيم داعش على الموصل، وبعد أن استعادت القوات الأمنية المدينة اعتقلتهم ونقلتهم إلى بغداد، لكن مصيرهم ظل مجهولا طوال هذه السنوات. وأنا أعرف جاني خبر منهم ولادي طيبين، وولدهم جاء علي قبل مدة قال لي ولادي حولوهم من المطار على السجن التاجي. آلاف الأسر التي فقدت أبنائها بعد استعادة الموصل لم يتركوا باباً إلا وطرقوه، لكنهم لم يحصلوا إلا على وعود كاذبة لم تشفي قلوبهم المكلومة. وين صاروا ما أعرف، ملحوا ذابوا. أنا قابلت الحلبوسي، الحلبوسي قال لي 6 أشهر نعطيكم الجواب، كل شيء ما سوانا. العبادي قابلته على الجسر حتى قال لي إيه شيء، وقال لي موجودين بالشغل السياسيين، مستشار مال مقتدى الصدر رحت عليهم على النجف، هذه والنسوان عوائل المفقودين معايا، قال ان شاء الله نحن نلاقيهم، اللي عنده شيء نقتله واللي ما عنده شيء ان شاء الله نحن نجيبه على بيته ونشكره ونبقى ممنونين له، وكل شيء ما حد سوانا. وبغض النظر عن ظروف الاختفاء، فان عواقب الفقدان على الاسر التي تركها المفقودون خلفهم دائما ما تكون كارثيه. بس يجون حتى يريدون البيت خلي ياخذوا، وما اريد يعطوني ولادي. والله جماعه ايش قد اخذوا مني فلوس، وايش قد اخذوا مني موبايلات، يقشوروني ويروحون يقولون اجيب لكم خبر من ولادكم، يروحون وما يجون، وانا اشيل نفس برقبتي كلهم صغار. قصص من الحسره والمعاناه تعيشها ام احمد اسوه بالاف النساء الثكلى، دون أن يجدن إجابة لهؤلاء الصبية والفتيات عن مصير آبائهم الذين غيبهم المجهول، في ملف تشوبه الكثير من علامات الاستفهام والتعجب.